للمزيد حول قرار إعادة اللاجئين السوريين ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف. أهلا بك سيد رضا. يعني بداية، لا يزال الجدل دائرا حول إعادة اللاجئين السوريين إلى مدنهم في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي إلى إنهاء أزمة اللاجئين، فإن هناك معارضة كبيرة من المعارضة السورية واللاجئين. لماذا يعترض السوريون على العودة لمدنهم؟ تفضل. أسعد الله أوقاتكم سيدي الكريم. أهلا بك. بداية، هذا الأمر لا يكون بهذه البساطة. عندما يطلق المجتمع الدولي أو بعض الدول صرخات إعادة اللاجئين أو عودة اللاجئين، هذا الأمر يحتاج إلى أساسيات، وهذه الأساسيات فيما لو انطلقنا بداية من الناس الموجودين تحت سلطة النظام الذين هم أولى بأن يعطوا الصورة الحقيقية عن النظام، ستجد جل أحلامهم وأعمق أحلامهم هي الخروج من هذا البلد. في أي سؤال لأي شاب أو فتاة أو أي طفل أو أي شخص يستطيع الخروج، سيقول لك أنا جل حل أو أعمق أحلام هي الخروج من هذا البلد الذي لا يتوفر فيه لا الأمن ولا الأمان ولا الدولة لها في سلطة في هذا البلد، لا يتوفر فيه أبسط مقومات الحياة. هذا بالنسبة لمن هم موجودون على المستوى المعيشي. لو نظرنا من الناحية الأخرى للاجئين، عندما أنا سأطلب من لاجئ مقيم في دولة ما أو في مكان ما العودة إلى مدينته أو إلى بيته، ماذا أنا أمنت لهذا اللاجئ؟ هل أعدت إعمار منزله؟ هل أعدت له المشافي؟ هل أمنت له الحماية من بطش هذا النظام وإجرامه؟ نعم. سيد رضا، إلى أي مدى ترى أن المجتمع الدولي قدم الضمانات المقبولة من أجل تسهيل عودة اللاجئين السوريين في مختلف أماكن وجوده؟ قدم أي شيء المجتمع الدولي. اللاجئين وهم في بلاد اللجوء، باستثناء بعض الدول التي قدمت، هي كدول مستقلة قدمت نوعا ما بعض الدعم للاجئين، أما كمجتمع دولي وأمم متحدة لم تقدم الشيء الحقيقي. نحن لسنا بحاجة لأن يدعمون بسلة إغذائية أو يفتحوا لدى المناطق المحررة مدارس مؤقتة أو مراكز صحية مؤقتة. نحن بحاجة إلى حل جذري لهذه القضية المأساوية، بحاجة لأن يعود الناس إلى بيوتهم، بحاجة للاستقرار. أي شيء في هذه الحياة يحتاج إلى استقرار لننطلق منه من جديد. نعم. اللاجئ لم يجد هذا الاستقرار، لم يجد الطمأنينة في العودة إلى بيته، إلى بلده حتى ينطلق حياة جديدة. طيب، يعني يا سيد رضا، كيف تنظر إلى تجربة تركيا في إعادة اللاجئين؟ وهل وجدت مساندة دولية لإعادة إنتاج التجربة في مناطق أخرى في سوريا أو في الجانب الذي يسميه كثير من السوريين بالمحرر؟ نعم سيدي، ما حصل في التجربة التركية نوعا ما جيد، لكن هذا الأمر هو حل جزئي ووقتي. يعني حتى من عادوا لم يعودوا إلى بيوتهم الحقيقية، عادوا إلى بلدهم، نعم هذه الأرض أرضنا، نعم، لكن لم يعودوا إلى الاستقرار الذي تحدثت عنه منذ لحظات. لم يعودوا إلى ذكرياتهم، إلى الحياة التي يريدونها هم. هذا الأمر لسنة لسنتين حتى تنتهي هذه الحرب، تنتهي هذه المأساة، نعم بإمكاننا أن نقول هو حل جزئي أو وقتي. أما أن نأخذ هذا الحل بشكل طويل أو طويل الأمد أو نأخذه كحل نهائي، لا أبدا، لا يمكن هذا الحل أن يكون نهائي. إلى السؤال الأخير الآن سيد رضا، يعني بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن نظام الأسد اختلس 100 مليون دولار من أموال الإغاثة المقدمة إلى اللاجئين السوريين وإلى النازحين داخل سوريا أيضا. السؤال هنا، إلى أي مدى يؤثر ذلك على مصداقية عودة اللاجئين الذي يسعى إليه المجتمع الدولي؟ سيدي الكريم، بداية، نظام أنا أقولها بالفم الملآن، نظام الأسد لم يختلف، إنما أعطي نظام الأسد، أعطي بطريقة ما من خلال المجتمع الدولي الذي يأبى إلى هذه اللحظة سقوط الأسد ونظامه. المجتمع الدولي لم يكن صادق في تعامله ومعاملته مع كافة الملفات سواء السياسية أو العسكرية أو الإنسانية. هم يرسلون المنظمات ويرسلون الهيئات، هم يأخذون العقود لدى مناطق النظام ويعلمون حق المعرفة وحق العلم بأن هذا النظام سيأخذ العمولة، بأن هذا النظام سيعود إليه النقد الأجنبي، سيعود إليه الفائدة الكبرى. هم يعلمون ذلك. صحيفة الجارديان لم تأتي إلا بجزء يسير من هذا الأمر الذي نعلم عنه الكثير. نحن نعلم كيف نظام الأسد يتخلص من أزماته
من خلال المجتمع الدولي ومن خلال التسريبات التي تحصل من تحت الطاولة لإنقاذ هذا النظام. من أنطاكيا كنت معنا عبر الهاتف الحقوقي السوري رضا سطيف، شكرا جزيلا لك.